في أول تأكيد من جانب واشنطن حول الأنباء التي تحدثت عن قيام انتحاري من أصل أمريكي بعملية في سوريا، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان المتحدثة باسمها جين ساكي بأنه أمريكي الجنسية وأنه أول أمريكي ينفذ عملية انتحارية في سوريا وأنه يدعى منير محمد أبو صالحة. يمكن أن أؤكد أن هذا الشخص هو مواطن أمريكي تورط في هجوم انتحاري في سوريا. لا يوجد لدينا المزيد من المعلومات يمكن أن أتحدث عنها حاليا. ساكي أعربت عن قلق الإدارة الأمريكية وحلفائها من تدفق مقاتلين أجانب إلى سوريا، لكنها أشارت إلى سبب عدم ملاحقة أشخاص مثل أبو هريرة الأمريكي. نحن لا نتتبع نشاطات المواطنين الأمريكيين في الخارج، لذلك لست قادرة على إعطاء أرقام محددة لكم، ولكن أي شخص يشكل تهديدا للولايات المتحدة أو يشكل تهديدا محتملا سيكون ملاحقا بقوة قانوننا وقانون شركائنا. وكان شريط فيديو نشر على مواقع الإنترنت يظهر عملية انتحارية بشاحنة في ريف إدلب تستهدف قوات النظام السوري. بعدها وضعت صورة لمنفذ العملية، قالت جبهة النصرة إنه أمريكي يكنى بأبو هريرة الأمريكي، فيما أكدت وسائل إعلام أمريكية أنه أمريكي من ولاية فلوريدا. مكتب التحقيقات الفيدرالي أعلن عن تشكيل فريق خاص بهدف التعرف على المواطنين الأمريكيين الذين يتوجهون إلى سوريا لتتبعهم ولمنع عودتهم إلى الولايات المتحدة من دون علم السلطات، وذلك بعد أن أعلنت جهات أمنية أمريكية أن نحو 100 أمريكي قاموا بالسفر إلى سوريا منذ بدء الأحداث عام 2011، إذ تعتبر أجهزة مكافحة الإرهاب الأمريكية أن هؤلاء المواطنين يمكن أن ينفذوا هجمات داخل الولايات المتحدة بعد عودتهم. وكانت دول أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا أعربت عن القلق من تدفق مواطنين من بلدانهم إلى سوريا للانضمام إلى القتال الدائر هناك. صفاء الضاحي، العربية.